نتكلم بقى شويه مره تانية عن السفير او سفير مصر في تونس سيد السفير ايهاب فهمي، لان هو شخصيه، وكمان ده الكلام اللي قاله كابتن محمود الخطيب يا كريم، هو شخصيه محترمه جدا وواحد زي ما بيقولوا كده من خيره الدبلوماسيين. كان في استقبال البعثه وقد ايه بقى كان التعامل، يعني انا يمكن قلت الكلام ده في بدايه الحلقه سريعا، لكن لو هنخش بقى للتفاصيل اكتر، التعامل كان راقي جدا، وكل طاقم بصراحه السفاره المصريه في تونس كمان كانوا يعني على قمه الاحترام، وكان استقبال حافل وبذلوا جهد محترم كمان خلال استقبال البعثه، عشان كده احنا بنقول له يعني شكرا وكل التحيه والتقدير. وكمان كابتن محمود الخطيب وجه ليه هذه التحيه والشكر، وكان حريص على ان هو يعني يشدد على فكره هنا الاستقبال الحافل من قبل السفاره المصريه متمثله طبعا في سياده السفير ايهاب فهمي وقيادات السفاره. فمشهد جميل، وانا مبسوطه كمان لو هنتكلم على الشق الثاني رئيس نادي الترجي ان هو يكون موجود، لان احنا لما بنشوف مشاهد زي دي كريم بنتكلم ان ده بيصل اكيد للجمهور. يعني العلاقه دايما ما بين اكيد الاهلي والترجي علاقه طيبه جدا، وهم اثنين من كبار افريقيا يعني، فعلاقه طيبه وده اكيد بيصل للجمهور ان احنا نشوف مشهد زي ده، فدي اعتقد حاجه كويسه. هو الحقيقه مشهد طيب جدا يليق بالفرقتين ويليق بالبلدين والدولتين الكبار اللي في ما بينهم هم الاثنين تاريخ طويل جدا من المحبه، بغض النظر بقى عن التنافس الرياضي في كره القدم او في غيرها، ولكن طبعا مشهد يعني محترم جدا جدا جدا، لفته طيبه جدا من رئيس نادي الترجي التونسي، وخصوصا زي ما نهاوند كانت لسه بتقول من شويه ان هو مش بيعمل ده بشكل يعني كبير، يعني مش شيء معتادين عليه، طبعا لفته طيبه. وبطبيعه الحال اكيد طاقم السفاره المصريه هو كمان يستحق مننا كل الشكر وكل التقدير. بالمناسبه كابتن محمود الخطيب اشاد بالفعل بكل الجهود الكبيره اللي قام بيها طاقم السفاره لانهاء كافه اجراءات الدخول، وتاكيد السفير ايهاب فهمي انه يعني السفاره مستعده بالكامل لتوفير كل احتياجات البعثه ايا كانت ايه هي. وبالفعل كمان اثنى كابتن محمود الخطيب على الدور الكبير لكل واحد بيشتغل ضمن طاقم السفاره المصريه واهتمامهم الكبير بفريق النادي الاهلي قبل المواجهه المرتقبه بين الفريقين الكبيرين. نروح